السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم هذا الكاتو بالحليب. كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه ولا هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ودابا ان شاء الله غادي نخليكم مع المقادير. عندي هنايا 300 غرام ديال الفرينه، وهي جوج كيسان. عندي 190 غرام ديال السكر، 200 غرام ديال الحليب، 70 غرام ديال الزيت، نص كاس. عندي هنايا 30 غرام ديال الماء، 4 ديال البيضات، 9 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، واحد معلقه كبيره ديال لا كونفيتور. انا درت هنا لا كونفيتور ديال لا فريز. تقدروا ديروا كداك زعما ديروا داكشي اللي عندكم نتوما، وغادي نسمها بالفاني. ودابا ان شاء الله على بركه الله غادي ندوزو باش الطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نديروا البيض، غادي ندير السكر، السكر ديال الفاني، غادي ندير معهم لا كونفيتور، وغادي نطلع هذا البيض حتى يتضاعف الحجم ديالو ونطلقاو من بعد. كيف ما كتلاحظوا راه تضاعف الحجم ديال البيض ديالنا والسكر. دابا غادي نضيف عليه الحليب. بسم الله. وغادي نضيف الماء والزيت، وغادي نخلطهم مزيان. ها هو الخليط ديالنا بعد ما خلطته مزيان. دابا غادي نضيف عليه الفرينه. بسم الله. غادي نضيفها في خطره واحده. غادي ندير الخميره ديال الحلوه، غادي نخلطهم مزيان. اول خليط ديالنا كيجي بحال هكا، ودابا غادي نديرها في المول اللي غادي يدخل الفران. انا غادي نديرها في هذا المول هذا ديال السيليكون. بسم الله. الى نتوما عندكم المول ديالكم صغير، قسموا المقادير على جوج. ودابا غادي ندخلها للفران طيب ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هو شكل الكاتو ديالنا بعد ما خرجت من الفران. دابا غادي نخليه حتى يبرد ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. ها هو الشكل النهائي ديال الكاتو ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. راه كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف، وزعما كنديروه غير في 4 ديال الدقائق دغيا كنوجدوه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيو عفاكم الفيديو باش تشجعوني. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.